مشويات ام امين. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نقدم لكم بطاطا مشويه في الفران على طريقه سويديه اللي هي طريقه سهله بزاف وكتعطينا واحد النتيجه زوينه لا من ناحيه الشكل اولا المذاق. راه كنحتاجوا لها البطاطا. هنا خديت 8 ديال الحبات ديال البطاطا. كيخصنا نستعملوا بطاطا متوسطه اولا كبيره، ما نستعملوش بطاطا صغيره. والبطاطا بقشورها يعني كنغسلوها مزيان وكنحكوا ليها القشره ديالها وكنغسلوها في التالي بالماء مع الخل باش كنتاكدوا ان ما بقاو فيها حتى شي مواد كيماويه، وكنقطعوها على هذا الشكل. من بعد غادي نوريكم الطريقه باش كنقطعوها بحال هكا. وكنحتاجوا نص كاس ديال زيت زيتون، الاعشاب اللي بغيتوا يعني الاعشاب اللي بغيتوا واللي متوفره عندكم. انا هنا استعملت الشبت لان كيعجبني المذاق ديالو مع البطاطا، ولانه متوفر عندي. يمكن لكم تستعملوا الزعتر، زعتره، ازير، يعني اي حاجه موجوده عندكم. والا ما كاينش عندكم الاعشاب فاستعملوا غير المعدنوس طري، غادي تقطعوه صغير وغادي تخدموا به. بصله صغيره محكوكه في الحكاكه الرقيقه، وشويه الملح والبزار على حسب الذوق، ومعلقه صغيره ديال الثومه بودره اللي كذلك يمكننا نعوضوها بالثومه طريه اللي كنحكوها حتى هي في الحكاكه الرقيقه. غنوريكم الطريقه باش كنقطعوا البطاطا. كناخذوا واحد القطاعه، كناخذوا البطاطا ديالنا كما قلت لكم المغسوله، ومن الاحسن ناخذوا غير واحد السكين اللي يكون صغير باش نقدروا نتحكموا فيه. وغادي نبداو نقطعوها هكا في الطول، ولكن بلا ما نوصلوا لتحت لان ما خصناش نفرقوها، خاصها تبقى مشدوده من التحت. كنحاولوا نقطعوها لشرائح رقاق لان شحال ما كان رقاق شحال ما كتجي لذيذة اكثر. كنحصلوا عليها بهذا الشكل. بعد ما قطعت البطاطا كلها فكناخذوا واحد زلافه وكنديروا فيها البصله مع الزيت والملح والبزار والثومه. غنضيف الشبت اولا كما قلت لكم اي اعشاب عندكم. غنضيف قياس جوج معالق كبار. غنخلط كل شيء مزيان. كذلك هذه البطاطا هذه عاود ما ندهنوها بهذا الشيء، يمكننا ندهنوها بصلصه البيستو اللي سبق لي حضرت معكم، فكتجي كذلك لذيذه بزاف. انا البطاطا اللي خطات كنديرها في شي مول اللي غادي يدخل الفران. وغناخذ واحد البانسو، يمكننا كذلك نديرو غير بالمعلقه ماشي مشكل. كناخذ كل حبه ديال البطاطا وكندهنوها بالخليط، وحنا كنحاولوا ندخلو في البلايص اللي قطعنا. هنا بعد ما دهنتهم كاملين كما قلت لكم كندخلوا لهم هذيك الشرموله لداخل بين هذوك لي بلي، هكذا كتجي كلها من السماء وكتجي لذيذه بزاف. ومن بعد غندخلوها الفران اللي يكون سخون من قبل على درجه حراره 200، ما كنغطيوها ما حتى حاجه، غادي ندخلوها بحال هكا وغادي نخليوها تقريبا واحد 40 دقيقه. من بعد غادي نقلبوها بالسكين، الا كانت ترطابت راه كتكون طايب. 40 دقيقه نورمالمون كتكون كافيه باش كتكون موجوده. بعد ما خرجت البطاطا من الفران فكتجي على هذا الشكل. كما قلت لكم 40 دقيقه كافيه ليها، ولكن كنقلبوها بكومين بالموس باش كنشوفها واش طابت، هكا كنكونوا متاكدين. وكما شفتوا الشكل ديالها كيجي زوين وكتجي مختلفه، كلشي كيبغي البطاطا لا الكبار ولا الصغار. فكنقلبوا دائما على شي حاجه جديده اللي نقدموها بها، وهذه الطريقه هذه كتبقى مختلفه، يمكننا نديروها مره وكتجي لذيذه ومن السما كما قلت لكم كتجي من السما مزيان. فكنتمنى تجربوها وتنال اعجابكم. وإلا عجبتكم لا فيديو كما ديما ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه وتبارطاجيو لا فيديو مع اصدقائكم واحبابكم. ونتلاقاو فيديو جديد مع وصفه جديده ان شاء الله. سلامه.